موارد وتكاليف الجماعات الترابية. موارد، أولا موارد وتكاليف الجماعة حسب القانون التنظيمي رقم 14113. بالنسبة لموارد الجماعة، ونتحدث عن الجماعات الترابية، الجماعة الترابية تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على مجموعة من الموارد تنقسم إلى موارد مالية ذاتية وأخرى مرصودة من قبل الدولة بالإضافة إلى حصيلة الافتراضات، كما أن الدولة ملزمة عند نقل كل اختصاص إلى الجماعة بتحويل الموارد المطابقة له، وعليه يتعين على الدولة تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة أو المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات كما هو الحال بالنسبة لباقي الجماعات الترابية. وكذا فموارد الجماعة الترابية تشتمل على حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، كذلك حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية، كذلك حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل، حصيلة الأتاوي المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 192 من هذا القانون التنظيمي، حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل، حصيلة الاستغلالات والأتاوي وحصص الأرباح وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة المساهمة فيها، كذلك الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، حصيلة الاقتراضات المرخص بها، كذلك دخول الأملاك والمساهمات، ثم حصيلة بيع المنقولات والعقارات، وكذلك أموال المساعدات والهبات والوصايا، ثم كذلك مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد نشير إلى أن عملية الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة وكما هو الشأن بالنسبة لباقي الجماعات الترابية ستخضع لقواعد تحدد بنص تنظيمي، كما يمكن للجماعة أن تستفيد من تسويقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة، وستحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي. بالنسبة هنا فقرة أخرى باء تكاليف أو تكاليف الجماعة، تنقسم تكاليف الجماعة إلى ثلاث أقسام تشتمل على نفقات الميزانية ونفقات الميزانية الملحقة ونفقات الحسابات الخصوصية، كما تشتمل نفقات الميزانية على نفقات للتسيير وأخرى للتجهيز، وتشتمل نفقات التسيير على نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة، المصاريف المتعلقة بالإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة، النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، النفقات المتعلقة بالتسديد والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة، النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة. أما نفقات التجهيز فتشتمل على نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة، استهلاك رأس مال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات. وقد حدد المشرع طرق توجيه نفقات التجهيز بحيث
توجه بالأساس للإنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات، ولا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة حسب المادة 181 من القانون التنظيمي 14113. وتعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعة: النسبة هنا الرواتب والتعويضات الممنوحة هي نفقات إجبارية الممنوحة للموارد البشرية بالجماعات، وكذا أقساط التأمين، كذلك مساهمات الجماعات في هيئة الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة، ومساهمات في نفقات تعاضديات المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات، الديون المستحقة، المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعة، الالتزامات المالية الناتجة الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة، النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، كما أن هناك نفقات إجبارية خاصة بالجماعة دون غيرها من الجماعة الترابية، منها المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات حسب المادة 133 حسب المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113/14 يتعلق بالجماعات. جدير بالذكر أن النفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل عمالة الرباط والتي أشار إليها القانون التنظيمي رقم 14/113 ضمن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 111 هي نفقات إجبارية في ميزانية جماعة الرباط عموما، ومن ضمن المستجدات التي تضمنها تكاليف الجماعة إضافة تكاليف إجبارية لم يكن منصوصا عليها من قبل، والمتمثلة في النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة للجماعة.